حالهم لا يسر عدوا أو صديقا. هؤلاء سكان العشوائيات في محافظة ديالى الذين يعيشون الخوف والرعب بكل لحظة بسبب تسلط المتنفذين عليهم وهم يفتقرون لأبسط مقومات الحياة بهذه الدور. نحن متجاوزين خلف مستشفى الحياة منذ 2004 وقاعدين بهاي الأرض وعلى قد حالنا، وناس فقراء ما عندنا إمكانية حتى نبني لنا غرفة، وده يجون ناس متنفذين ما نعرفهم منين. أنا هسه بيتي خر ورجلي مريض تعبان، فدنه بتعبان، ليش أنا جاي أحكي؟ فارشة قواني هسه، أنا فارشة قواني والله، والله فارشة قواني. وين نروح؟ وين نروح؟ تقول لي وين نروح؟ أتطين وأتسخم على المحافظ؟ قل لي وين أروح؟ شو أسوي؟ شو نسوي؟ بتقول لي وين نروح؟ يشيلونا يريد يومية البرحة ما نمنع. ما أنا قل لي هذا جاي بلغنا يقول شو أسوي لك أنت؟ قلت له لا تقول ثقلط وتسوي، شو تسوي لي؟ شو شلون وين أروح؟ وين نروح؟ عاد قل لي. غير منظمنا احنا جينا هذا. سكان العشوائيات طالبوا الحكومة المحلية باتخاذ الحلول الفورية لإنهاء معاناتهم بسبب تعرضهم لشتى أنواع الإهانة على أيادي أناس يستقلون سيارات حكومية ويرتدون الملابس السوداء ومتسائلين هل نحن مواطنون من الدرجة الثالثة؟ صير احنا هذا شوف حالتنا، قاعدين بالتجاوز لا حول ولا قوة، كل يوم جايين يهددوننا يشيلوننا، احنا وين نروح؟ أنا بالنسبة لي عندي معتقلين اثنين، زلمتي متوفي وكل الواقفين يشهدون بحقي، ما عندي كل أحد غير بس رحمة الله ورحمة الحكومة. هاي العوائل هسه أكبر بيت، أكبر بيت هنا ما عنده 5000 دينار يعيش بها، عطالة بطالة، وعدم شهداء، وعدم جرحى، ها؟ وناس متضررين، وبالشتاء فايضين، بالصيف كهرباء ما عندهم، يعني كأنما هذول مو عراقيين، احنا نريد حل من خلال هاي قناتكم، نريد حل لهاي الأطفال وين تروح؟ هو هسه شتاء لا عندهم رواتب، لا عندهم فد مكسب، لا عندهم فد شيء يعيشون به. هموم كبيرة ومشاكل أكثر يعانيها سكان العشوائيات الذين أصبحوا بين مطرقة المتنفذين وسندان الرحيل. من محافظة ديالى، حسن الشمري، التغيير الفضائية.